ناصروا البيئة فحافظوا عليها بها. هم مجموعة من الشباب أعادوا تدوير النفايات المضرة بالبيئة لتصبح صالحة للاستغلال، وجعلوا من النفايات كل شيء مفيد، مقاعد للجلوس بعد أن كانت عجلات للسيارات، وحلويات صنعت من أوراق الشجر المتساقطة، وما زال بجعبتهم المزيد. أهم تجيب مراحيض عمومية اللي ينطرحوا للرصيف في الأسواق، وهم نربطوهم بالصرف الصحي وبالماء، ولا يتعود قفلتهم، لا يتعود أوتوماتيك، لا يتم دير فيها نحاسة وتنفتح لك، وهم نجيبوا نوعية أخرى لا يتعود تتحرك، تمشي من بلاصة قد تتنقل من بلاصة إلى بلاصة، لا يتم يطرحوا أحد استعدادات يعود فيهم ماتش والله أحد قاعات الحفلات. يقيم هؤلاء الشباب فعاليات للحفاظ على البيئة والتحسيس حول التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، وذلك في عدة مدن موريتانية، وهذه هي المرة الأولى التي يعرضون فيها ما نحتوه من نفايات البلاستيك التي حولوا قنيناتها إلى أكواخ صغيرة، بغية جذب الأعين إلى ما صنعوا والتذكير بالمحافظة على البيئة. نحن هنا نعمل على الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية، وذلك بعدة أنشطة نبرز فيها جهودنا ومشاريعنا المستقبلية للحفاظ على هذا المجال الذي يجمعنا. هي خطوة شبابية أرادوا عن طريقها البعث برسالة أنه يمكنك الحفاظ على البيئة بالاستفادة منها، وذلك عن طريق تدوير نفاياتها، إذا ما صح من الجميع العزم على بيئة نظيفة.